سلام البنات، جيسبر كاع تكونوا غايا. جيتكم اليوم افيك اون نوفيل فيديو. في هاد لا فيديو راح نشوفو كيفاش راح نخدمو وكيفاش راح نزينو لو كادو اللي راح نديره بور مون ماري. راح نعطيكم دي زيدي هكا خفاف، وراح اوسي نوريكم كيفاش راح نخدم ان بابيون لي زوقت به هذاك الكادو. دونك باش نخدم هذاك لو نون بابيون، راح نسحق زوج حاشيات لي كولور لي تبغوهم البنات. انا هنا درت في البلون وفي الغري. الحاشيه هذيك البيضاء راح قصيت فيها 10 سنتيمتر، دونك هادوك 10 سنتيمتر بلوتو قصيت فيها 30 سنتيمتر. والحاشيه هذيك لا غريز درت فيها 10 سنتيمتر. دونك فوالا. راح نحرق هذاك الطرف تاع الحاشيه باش ما تتسنسرش كيما نقولوا وما تنتحليش. دونك فوالا. ابخي كيما راكم تشوفوا البنات، راح نجيب هذيك الحاشيه اللي فيها 30 سنتيمتر. انا كيما هنا قلت لكم اختاريت الحاشيه البيضاء، راح ندير بها نحسب 10 سنتيمتر وندير خط بالكريون 10 سنتيمتر على شاك كوتي. تما راح يتحنا ثلاثة تاع لي بارتي، شاك بارتي فيها 10 سنتيمتر. ونسويت راح نجيب هذيك الحاشية الرمادية تاعي ونحطها في الوسط في 10 سنتيمتر الوسطانية، وراح نقدب بلي زيبانكل باش كي نجي نخيطها ما تزغدليش. ensuite راح نطبق هذيك الحاشيه البيضاء سور لي دو كوتي كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. جيسبر البنات لا فيديو راهي واضحة. دونك كيما راكم تشوفوا البنات درت لا ميم شوز من لي دو كوتي، وراح نقص هذيك الحاشيه الزايده. لا كانت زايده عندكم حاشيه كيما هاك قصوها وحرقوا هذوك الاطراف تاني باش ما تحلكمش الحاشيه تاعكم. دونك راح نخدموا دو موديل كيما هاك، ما راح تسحقوا زوج تاع الحاشيه 30 سنتيمتر وزوج رماديين 10 سنتيمتر. راح نبدا نخيط الجهة برك، نخيط الجهة الأولى خيطها مع الجهة تاع الزوجة هذيك.
دونك فوالا البنات راح نفوتوا للتزيين تاع هذاك الكادو. دونك انا هنايا جبت كاع لي برودوي وراح نحطهم في هذيك لا بواط اللي شريتها. البنات الا بغيتوا تشوفوا لي كادو اون ديتاي وشحال خلصتهم ومين جبت هذيك لا بواط، راح نخلي لكم لو ليان تاع لا فيديو، باسكو ديجا حطيت لا فيديو هدرت فيها اون ديتاي على شاك كادو وكلشي شادت لو ماغي تاعي. دونك فوالا راح نخلي لكم كيما قلت لكم لو ليان اون بار دانفو. دركا راح نفوتو لتزيين الكادو هذا وراح نخلي لكم مع الصورة. دونك البنات تهلاو في رواحكم، على بروشين فيديو ان شاء الله. جو فو في دو غرو بيزو، نخليكم مع الصورة كيما هكا خير. تهلاو في رواحكم، على بروشين فيديو ان شاء الله. سلامة.